الجنرال الجديد وصل، أقوى وأحدث وأذكى هاتف من سامسونج، وأول هاتف AI من الشركة. تعالوا نشوفه عن قرب ونعرف كل شي عنه وباكج الهدايا الخاصة به للنسخة العراقية، وبعدها يكون القرار لكم هل يستحق الشراء والترقية أم لا. خليكم ويانا للتفاصيل. أنا أحمد العلي، وياهلا بكم بمراجعة واستعراض جديد. السلام عليكم ورحمة الله، وكل الهلا بكم أحبابي المتابعين الكرام من كل مكان. يا رب يكون الجميع بصحة وسلامة. هاتف S24 Ultra من سامسونج أحدث وأقوى هاتف، واللي كل الأنظار متوجهة نحو حاليا. وكالمعتاد هذه المرة كانت العروض جدا مغرية لأصحاب الطلب المسبق البري أوردر، وسامسونج طبعا تقدم هدايا مختلفة لكل دولة وبلد، وممكن تتشابه العروض ببعض الأحيان. حاليا بالعراق باكج الهدايا هو أولا ترقية مجانية لأعلى ذاكرة، يعني بنفس سعر ذاكرة 256 جيجا بايت تقدم سامي ذاكرة 1 تيرا بايت نفس السعر، الشيء اللي ما صاير بالسابق أبدا. الهدية الثانية حافظة كفر أصلي من سامسونج نفسها، والهدية الثالثة شاحن أصلي أيضا من الشركة وبقدرة 65 واط. طبعا الهاتف يشحن بال 45 واط فقط، فلا تخلطون بين الثنين. وهذه الشاحنة تجي مع 3 منافذ مثل ما تشوفون. الآن بالإضافة لكل هذه الهدايا، فالهاتف يجي مع هدية رابعة ومهمة، واللي هي ضمان تصليح أو الكير بلس. تقدر تصلح شاشة الهاتف بسعر رمزي، فمثل ما تشوفون العرض مغري جدا، والحقيقة صار هجوم كبير على منافذ البيع من سامسونج، بحيث خلص الهاتف وتوفر من جديد وخلص، وهكذا إقبال جدا شديد عليه. مثل ما تشوفون أخذت الهاتف باللون التايتانيوم الطبيعي أو الرمادي، الجراي تايتانيوم مثل ما تسميه سامسونج، واللي هو جدا رهيب الصراحة. كل الألوان اجتني رهيبة وساحرة، وكنت متردد بين التايتانيوم الطبيعي والتايتانيوم البنفسجي، ولكن اختاريت للطبيعي بالنهاية. وحتى التايتانيوم الأسود جدا جدا رهيب، يكون اللون أسود طافي شوية. بالنسبة لمحتويات العلبة فكالمعتاد، البوكس يجي صغير جدا، ماكو هواية محتويات بفضل حركات شركة أبل الغنية عن التعريف واللي تشتغل لخدمة البيئة. كل اللي يجي بالعلبة هو الهاتف زائدا كيبل الشحن السريع زائدا دبوس إخراج منفذ السيم كارد، وطبعا كتيب الإرشادات اللي ولا واحد يقرأ، وأنصح الشركات سامسونج وأبل تحث لهذا الآيتم همينة، وما تخلي كتيب الإرشادات بالعلبة بعد الآن لأن حماية البيئة تستاهل. خلونا نترك كل شيء ونتوجه للهاتف المليان أناقة وجمال. ولأول مرة وبعد كومة أجيال صار الهاتف يجي مع الشاشة الفلات المسطحة بدلا من الشاشات المنحنية. هارد لوك لمحبي الكيرف ديسبلاي، لكن خلونا نكون واقعيين خصوصا للأشخاص اللي يستخدمون الأس بن القلم، فيا شباب لازم تكون الشاشة فلات حتى نكتب عليها، وإلا فكيف يتمكن الواحد أن يكتب على شاشة منحنية؟ ممكن كانت هذه غلطة كبيرة من سامسونج أن تخلي قلم الأس بن والشاشة المنحنية مع بعض، لأن ببساطة ما أشوف شيء صحيح. أما الآن فرجعت الأمور لنصابها، أضف إلى أنه لاصق الشاشة أو واقي الحماية حيكون بيرفكت عليها وما يتضرر بسرعة، المشكلة الأزلية مع شاشات الكيرف ديسبلاي. تصميم الهاتف هو نفس اللي اعتادينا عليه، من الجانب تكون مفاتيح التحكم الصوتي ومفتاح التشغيل، من الأسفل منفذ التايب سي للشحن السريع بال 45 واط، مع الأسف بدون أي زيادة. سامسونج ممكن تكون ما زالت خايفة من اللي صار مع النوت 7 وبطاريته. أيضا بالأسفل قلم الأس بن ومنفذ السيم كارد، بالإضافة إلى السبيكر واللي صار هذه المرة يجي بفتحة واحدة أسطوانية، شخصيا أفضل الشكل السابق. أيضا التغيير الجديد هو إضافة عنصر التايتانيوم على فريم الهاتف، فصار الهيكل يجي مع التايتانيوم بدل الألمنيوم فريم. وماكو حاجة أتكلم أكثر عن التايتانيوم وملمسه وشكله الرهيب، أكيد راح يعجب الجميع بدون استثناء، وخلوني أعرف آرائكم بالتايتانيوم يا شباب. واللي ما يعرفون فالهاتف توفر رسميا بأربع ألوان كلها تايتانيوم، الرمادي أو الطبيعي اللي تشوفوه أمامكم، والتايتانيوم الأسود، والتايتانيوم البنفسجي والأصفر، وتوفرت ألوان حصرية للطلب فقط من موقع سامسونج الرسمي مثل الأزرق الفاتح والأخضر الفاتح وكذلك الأورنج البرتقالي الفاتح. الكاميرات هنا هي أقوى منظومة كاميرات خلتها سامسونج على أي هاتف، رباعي العدسات بقيادة عدسة 200 ميجا بكسل العريضة مع 12 ميجا بكسل الواسعة جدا، وال 50 ميجا بكسل مع ال 5X Optical Zoom، بالإضافة إلى ال 10 ميجا بكسل مع ال 3X Optical Zoom، وكاميرا السيلفي ما زالت تجي مع ال 12 ميجا بكسل الكاميرا الأمامية. شاشة العرض بحجم 6.8 إنج Quad HD Plus 2X Dynamic AMOLED،
ولأول مرة تجي مع قوة إشراق توصل لل 2600 نتس بأقصى حالاتها، الشيء اللي حيخلي الهاتف خرافي بالاستخدام حتى تحت أشعة الشمس المباشرة. البطارية تجي أيضا بحجم 5000 ملي أمبير اللي يخليك تشاهد الفيديوهات ل 30 ساعة متواصلة أو استماع الموسيقى والصوتيات ل 95 ساعة مثل ما تقول سامسونج. وما ننسى أنه الهاتف يجي هذه المرة مع أقوى طبقة حماية من كورنينج، الغوريلا جلاس آرمور، اللي تدعي سامسونج أنه هي أقوى 4 مرات من الأجيال السابقة بمقاومة الخدوش والصدمات. طبعا هذا على الشاشة الأمامية طبقة الآرمور. من الخلف أيضا أقوى طبقة حماية من كورنينج واللي هي الغوريلا جلاس فيكتس 2. الهاتف أيضا يجي مع مقاومة كاملة للماء والغبار ضمن معيارية الـ IP68. تقدر تغطس بالهاتف لعمق 1.5 متر لمدة نصف ساعة بدون أن يتضرر. ولكن الشيء الجديد كليا على الهاتف هو موضوع الـ AI، الذكاء الاصطناعي. واللي يقدم كولكشن رهيب من المميزات اللي تسهل الحياة على المستخدم كأقصى ما يكون. كومة مميزات للتعديل على الصور ضمن المساعد الذكي الفوتو أسيست، بحيث تعدل وتقص وتركب وتحذف وكل الأمور المتعلقة بالتعديل على الصور بلمسات فقط. الشات أسيست مساعد رهيب للكتابة بالنيابة عنك مع مميزات الترجمة والردود الذكية الجاهزة. كذلك النوت أسيست مساعد الملاحظات الذكي اللي يتمكن من تلخيص المقالات والمواضيع الكبيرة وتحويلها إلى ملخص وترجمتها لأي لغة تحب بحيث يوفر الوقت للمستخدم. وما ننسى ميزة اللايف ترانسليت كول، المترجم الفوري وقت الاتصال اللي يخليك تتكلم مع الطرف الآخر بأي لغة بحيث تسمعه بلغتك ويسمعك بلغته، شيء رهيب الصراحة. وهذه فقط بعض المميزات اللي يقدمها الـ AI، مو كلها. إذا كنتم متابعين لتقاريرنا التقنية السابقة فتعرفون معظم المميزات لأن ذكرنا معظمها بالسابق. سعر الهاتف حاليا بالعراق بوقت الطلب المسبق 1,650,000 دينار عراقي فقط مع حزمة الهدايا. والآن خلونا نتكلم بدون مجاملة وتطبيل. الهاتف جيد جدا وراقي وأفضل ما قدمت سامسونج لحد الآن، يعني آخر صيحات التكنولوجيا حتشوفها هنا، ناهيك عن أقوى معالج من كوالكوم لسناب دراجون 8 جن 3، وحيكون هو الخيار الأول لامتلاك هاتف من سامسونج بعام 2024. لكن وخلوا تحتها خط عريض، إذا كان عندك هاتف الـ S23 Ultra أو الـ S22 Ultra فما أعتقد بالضرورة تسوي ترقية لهذا الهاتف، لأن ما راح تحس بالاختلاف الكبير. نفس الديزاين، نفس الترتيبات ظاهريا طبعا، وهواية أيضا من الأمور الداخلية. أضف لذلك بعض مو كل مميزات الـ AI راح توصل لبقية هواتف سامسونج الرائدة، بالخصوص الـ S23 Ultra والـ Z Fold 5، فلا تستعجلون بالترقية. دائما أقول وأنصح المتابعين أن يتريثون بترقية هواتفهم، يعني كل 2 أو 3، لأنه حاليا الهواتف تجي مع أقوى العتاد وهي مصممة للبقاء مع المستخدمين سنوات مو سنة وسنتين. لكن طبعا إذا كنت من الناس اللي تحب تواكب كل جديد من سامسونج فعليك بالعافية، حرفيا حيكون وياك أفضل وأقوى هاتف من سامسونج وممكن أقوى هاتف أندرويد لسنة 2024. والقرار الأول والأخير لكم أحبابي المتابعين، إن شاء الله نقدم لكم كومنت فيديوهات سواء هنا أو على بقية منصاتنا مثل التيك توك والإنستا والفيسبوك وغيرها، فخليكم متأكدين من متابعتنا على طول. وخلص هذا كان كل شيء ويانا بفيديو اليوم مع النظرة الأولى لهاتف الـ S24 Ultra. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة لأن هذا هواية يشجعنا على الاستمرار، وأيضا لا تنسون تفعيل جرس التنبيهات حتى توصلكم الفيديوهات أول بأول. كان وياكم أخوكم أحمد العلي، نلتقي إن شاء الله بالفيديوهات القادمة. في أمان الله.